تعلم مع زكريا هيا نقرا السلام عليكم يا اصدقاء انا زكريا وهذا صديقي زيكو واليوم سوف نتعلم الحروف العربية بالحركات الثلاث هل أنت مستعد؟ هيا نقرأ أ و إي أ و إي ba bu bi ba bu bi ta tu ti ta tu ti Th su, si. su si ja ju gi. ja ju gi.

da du di da du di DA du zi za zu ra ru ri ra ru ri za zu zi za zu zi 沙苏西，沙苏西，沙苏西，沙苏西。

ع عو, عو عي غا غو غي, غا غو غي فا فو فيل. فا فو ق في ق ق ق kâ, ku, ki. kâ, ku, ki. la, lu, li. la, lu, li. ma mu mi ma mu mi na nu ni na nu ni Ha, who, he, ha, who, he, wa, w, wee, wa, w, wee. يا يو ي يا يو ي <applause> العب معنا الآن عليك الاستماع ثم اختيار الحرف المناسب سا أحسنت ثو جيد ذي ممتاز جي رائع <تصفيق> نعم. <applause> أو أحسنت. بي بالفعل. جيد. ض. ممتاز. رو. رائع. شا نعم يو احسنت حا جيد زي ممتاز طو رائع انتهى درس اليوم ولقد تعلمنا الحروف العربيه بالحركات الثلاث نراكم في حلقه قادمه ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دمتم في رعايه الله وحفظه